رمادي صوفية مرت بس 55 ياسر 55 years old age male هيش تبدي نعم 55 years old age age male الميل كتبت جواها free worker رمادي صوفية مرت with seven child او زائد ال date of admission 2021 12 the month 12 22 take history لحظة يا ياسر نعم الجروب الثاني إذا تسمعون محمد حكمت الجروب الثاني إذا تسمعون يلا أوكي يلا نعم استمع يا ياسر take history 2021 year month 12 day 22 ياسر هاي تقول نعم عليها taking history at مثلا 20 of January 2022 هيك تنقري نعم مثلا تمام 19 of January at 2022 او مثلا تقول 10 of the 10th of December 2021 هيك تنقري تمام العدد راح اصححها هيك ما Yeah. دكتور هذا اول مره اخذ انطي Good, ستريفر good, good. تمام تشيف كومبلين دكتور awareness of heartbeat for 30 minute present Okay. illness هذا شو نعم اسمه awareness of heartbeat؟ شو اسمه heartbeat المصطلح ماله؟ والله ما اعرف من الصح دكتور اسمه palpitation. بالبيوتيشن نعم بالبيتيشن هو يعني مصطلح انه يحس بالنبضات القلب فهذا نسميه بالبيتيشن نعم هو ايه انا فتقدر كاتبه بس ناسيه صار تقدر كثير تقول مني بالبيتيشن فور 30 minutes انا كاتبها العد بس ناسي المصطلح لان صار كثير من ما اخذ اشتري فثلاثة اسابيع يلا اخذته اوكي هاي نعم اريد تحفظوها مثل اسمائكم يا شباب نعم present illness the condition start as suddenly onset awareness of heartbeat associated with severe chest pain heaviness in nature radiated to left shoulder lasting for 30 minutes no aggravating factor and relieving when patient administered to hospital and take medication not there is no nausea no sweating no lose an appetite past appetite medic past medical history no hypertension no DM ياسر دقيقة أنت هنا أنا من أخذت الكارديو فاسكولار سيستم تقوم تكمل الكارديو فاسكولار سيستم كامل يعني مثلا تقول تشيست بين تحكي تشيست بين ديتيلز مثلا السايت التايم السيفيريتي الكاركتر اوف ذا بين what's aggravating factor, what relieving factor, what associated symptoms. بعدين تجي تدخل بتفاصيل البالبيتيشن، بالبيتيشن هو هل كان تيكي كارديال او براديكال نعم associated with بلاك اوت، بلاك اوت يعني مثلا يقول انا من يصير عندي خفقان تصير غمامه او سواده على عيني، ليش؟ لان صار هايبوتنشن. هذا مور ريسك. من الهيستوري مال بالبيتيشن ايضا تقول له صار سينكوبي اكو بيهم يصيرون بالبيتيشن هو بالبيتيشن دروب ان ذا جراوند ويفقد الوعي فهذا نسميه سينكوبي وش قد طول البالبيتيشن وكم مره يجي بالاسبوع لو باليوم لو بالشهر لو بالسنه بعدين تيجي تقول اكو ارثوبنيا اكو باروكسيزمال نكتورنال ديسنيا يعني انت تخلص الكارديو فاسكولار كله بالهيستوري اوف بريزنت النس من تسوي ريفيو ما ترجع للكارديو فاسكولار بعد
وانا كتبت مدحت شيء كل المرحلة. نعم، هو كتبتها انه عنده نفس الحالة يعني قبل فترة، بس كتبتها بالباست ميديكال هيستوري. لا تكملها، مو اكو من تقول بالبيتيشن اكو هيستوري مال بالبيتيشن، يعني تيجي تسأل على البالبيتيشن شنو المريض عنده بالبالبيتيشن، نعم ايش قد يتكرر، كم مرة، ايش قد يطول، هل هو مثلا صار بلاك اوت، يعني هواية منهم يصير خفقان يقول دكتور ما صار عندي خفقان، اسودت الدنيا بعيني، الدنيا صارت سودة او ظلمت ثواني ورجعت شفت، هذا ليش؟ لان صار هايبوتنشن وديكريز بلاد سيركوليشن تو برين، نعم ما قدر يوقف، احد عنده سؤال؟ كمل ياسر. خصوصا ال past medical history، ايه كم من no hypertension، no DM، history of recurrent palpitation and administration to hospital to take drug. ال and past received surgical لحظة ياسر، admitted to hospital مو administration، admitted. administration معناه إدارة، admitted معناه دخل مستشفى، هاي المصطلحات مهمة لازم تتعلموها، admitted to Admitted. hospital نعم. بس ال بس surgical there is no anything يعني. تقول nothing of significant. Nothing of significant. ال Yes. بس drug ال drug الحالي. قدرت هو قال لي يقدر يكلي بس علاج واحد هو الأسبرين 75 ميلي جرام Yes, past medical history. بس. Okay. السوشيال نو سموكينج و نو كحول. الفعاليات ما عنده أي شيء، بس كوظيفة يعني. اوكي نجي للسيستم ريفيو. السيستم ريفيو كلها دكتور نظيفة، بس عند الريسبيراتوري 3 days cough with the sputum. There is no blood with the sputum with the cough. No dyspnea. There is orthopnea or paroxysmal nocturnal dyspnea. الارثوبنيا والبي ان دي الباراكسيزمال نكتورنال ديسنيا تنذكر ويا الكارديو فاسكولار مو ويا الريسبيراتوري. أرثوميا دكتور، مو إنه هي كارسبارتر، إنه أكل سوائل على الرحم. شنو السببها بالسوائل؟ أكيد إيه، طبعا هو من القلب صح، هارت إنه فيلر، كونجستيف فاذا في وين انت تضيفها؟ بالكارديو فاسكولار. كارديو فاسكولار. نعم يس دكتور. ريسبيراتوري من حقك تقول اكو ديسنيا لو لا، بس ما تقول الاورثوبنيا والبي ان دي. نعم دكتور، اوكي، ما أخليها ببالي هالسالفة. هو انت قاعد تتعلم هنا. اوكي أوكي دكتور تمام. الاذر ريفيو اوف سيستم، كلير دكتور، ماكو يعني لا هاي بالسادس تقول لي nothing of significant regarding other system، بالثالث تذكر لي اياها وحده وحده، لان اريد، لان انت اريد اشوف ايش قد تعرفه من الهيستوري، كل ما تحكي اكثر كل ما قناعتي انه دكتور. هو تحكي اياها سيستم سيستم. دكتور هو أنا خذيتها سألت عليه، بس ما عنده أي شيء يعني، بس إنه جاء عنده مشكلة حكاية اللي يقدر عليه يعني كجي آي تي إنه سي إن إس وجينيتو يوريني سيستم ماك. لا ما تقول لي ماكو، قول لي مثلا نو فوميتنج، نو دياريا، نو كونستيبيشن، نو مالينا، انا راح اقول لك شنو معنى مالينا. تقول
ديسفيجيا نو ادينوفيجيا. راح اقول لك شنو معنى ادينوفيجيا، هيجي تحكوها بالهيستوري بالثالث، بالثالث نريد تفاصيل الهيستوري، لان هذا التفاصيل بعد احنا ما نرجع عليكم بالهيستوري بالمراحل المتقدمه، هسه تاخذون الهيستوري فنسال على كل وحده، كل وحده نريدها منكم. نعم هو دكتور هاي ما كتبته يعني هذا هيستوري مالتي جينيتورينري بيشي هو يعني سالت الدكتور ما عنده اي شيء كلير شنو الهيستوري مال الجينيتورينري. هذا طبعا انا السؤال سالته باخير السنه الطلاب الثالث اول عام لو العام، ايش تسال بالجينيتورينري سيستم؟ ديسيوريا اذا كان زين، او نسال على يعني مثلا الكميه هي اهم شيء اذا بكثر او لا يعني، واذا عند الم ألم وين؟ ألم ك يعني يورينيشن يعني زين، وألم إذا في السايت مثلا عضو مثلا الأعضاء الخاصة بالجينيتورينري إذا عنده فد سايت جسمه إنه يدل إنه هو عجينيتورينري سيستم. زين، اللون لون دكتور لون لون اليورين زين ما أدري إذا معلومة صح، بس إنه يكون قال يعني الريحة دكتور إذا كان أكو يعني ريحة ويا اليورين. زين زين انا راح اسالك، احنا امتحانك كيف يصير؟ بلاد وذ يورين شو نسميه؟ ناسيها دكتور. هيماتوريا. اذا واحد يصير هيماتوريا نعم مو هيماتو هيماتوريا هيماتوريا. إذا واحد painful urination شو اسمه؟ ما أعرف دكتور. dysuria. امتحانكم هيك يصير، هيك يصير يا شباب امتحانكم دكتور. نعم نعم دكتور. عندك بعد شيء ياسر؟ لا دكتور. إذا احنا التفاصيل الهيستوري نريدها in detail، لا تنسون طالع ري تفاصيل كاملة، يعني كل هيستوري تحكي لنا إياها وحدة وحدة، لأن كل وحدة منها راح نسألك عليها. يعني مثلا تقول لي في تقول لي مثلا بالبيتيشن، أقول لك شتاخذ هيستوري بالبالبيتيشن. تقول لي تشيست مين، هاي عرفتوها من الهيستريات القديمة. أوكي هسه نجي على الجروب الثاني، من محضر هيستوري؟ Is male, Naji 59 from Rumadi and from Rumadi Ane, Mert, who and have four months, blood group negative, A negative, Muslim, who job loss. Date of admission 1 January 2021 date of history taken. لحظة محمد، لحظة محمد، الجروب الثاني إذا تسمعون محمد. أي نعم دكتور. نعم دكتور. يلا كمل محمد. History taken from son chest complete chest complete abnormal body movement from 1 hours for 10 minutes. History of a present in last before 2 months he felt dizzy and all air in heat is heated. Go to doctor and she was diagnosed fatigue
a bone patient, anemia, and take blood from hospital. After 2 weeks, she felt difficult urination and pain all over her his body. Go to doctor, take medicine, and perform 2 days. I go to go. From 2 days, he go to hospital. The feet is swollen, swollen, and more difficult urination and abnormal body movement, and come to hospital. Leg swelling. Leg swelling. شو نسميها, محمد؟ أديمة. أديمة. Okay. إذا المريض عنده difficulty باليورينيشن with legedema and abnormal body movement مو with chronic anemia received the blood at hospital. نعم دكتور, هاي قبل شهرين يعني, بس يعني بهاي الفترة هو يعني ما أخذ دم, بس فجأة هم يعني قاعدين قبل بيومين منتفخ رجله, عبالهم من الأملاح أو هيك شيء, عم يودونا للطبيب, بس بعدين شلون المصروع جابوه المستشفى. شيء بالإنجليزي كلها هاي إيه. لأن إذا تحكيها بالعربي بالامتحان درجتك تنكسر كسرة قوية. لا أنا قصدي الدكتور إنه دا أفهمك على الحالة. الآن افتهمتها. لازم الكلام مالك يصير تصرف. ليه؟ يعني اللغة الأم الطبية هي اللغة الإنجليزية, لكن لغتنا الدارجة هي العربية. فلازم ليش تحكيها بالإنجليزي؟ مو تحكيها إنجليزي بأسلوب إنجليزي, تحكيها بأسلوب ميديكال, يعني بأسلوب طبي احترافي. تعال دكتور. خلينا نرجع من البداية. شنو chief complaint كان and it is duration? Abnormal body movement duration for 10 minutes. لا مو هيك تقولها, تقول abnormal body movement since 10 minutes. تمام, عيد لي اياها. Abnormal body movement since 10 minutes. Yes. History of a present illness. Before. لا. لا. تبدي the condition started with. هذا اتفاق عالمي. يعني أنت وين ما تروح بأي دولة بأي جامعة بأي كلية طب. The history of a present illness لازم تبدي the condition started with. إذا ما تبدي تروح من درجتك 5 درجات. After. عيدا عيدا. إيه محمد, the condition started with. The history of a present illness. The condition started with the swollen in feet, and more difficult urination after before 2 days, and abnormal body movement, and come to history hospital. Gone to hospital, yes. ايوه هسه تحكي لنا بالهوسبيتال شنو صار؟ ات هوسبيتال. ما احكي التفاصيل مالت الهوسبيتال. لازم انت تساله. يعني هم سووهم يعني تقريبا ما صار هواي من محاولينه. تذكرها. يعني مثلا تذكر هي شنو الهيستوري؟ قصه. قصه مريض تحكيها باسلوب طبي محترف. يعني بروفيشنال واي. شو تقول مثلا؟ اجى للطوارئ بالمستشفى. وين لازم نحدد؟ اجى للطوارئ, بقى بالطوارئ هالقد, سووا له هيجي بالطوارئ, بعدين just now admitted to ward when I took history. تمام دكتور, وهاي التفاصيل قبل شهرين ولا بعدين تقول the condition started back since 2 months.
when he developed anemia and admitted to hospital, received the blood, وتشرح التفاصيل اللي صارت. زين. Yes, continue. استمر محمد. الباس ميديكال هيستوري هايبرتنشن نو اسما نو دايابيتيك نو ابيليبسي نو جاينتنس نو ستروك الباس سيرجيكال هيستوري نو باس نو سيرجر سيرجيكال الدراك هيستوري تيك فوليك اسيد عند دكتور زين احكي الادويه اللي اخذين بالمستشفى اي بالدراج هيستوري اي نورمال سلاين وسيبتراكزون نو الرجي نو الرجي 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 و والسوشيال نيوميك هيستوري نو سموكينج اور سموكينج فروم لا هو عنده انكل سوينج شلون نو؟ العفو نعم دكتور هاي مو ذكرتها بال اي تقول اي تقول ذير از ليج سوينج مو نو اي ريسبيراتوري سيستم نو نو كوه نو سيبتوم لا هو عنده هو قلت عنده كاف وسبيوتم لا ما عنده كاف بعد ياسر قال كاف وسبيوتم اوكي هو بس صار عنده انه قبل يومين سوالين بالفيت مالته حتى مو اوكي respiratory system no cough no symptoms no hemoptysis no chest pain no tachypnea urination system the frequency of urine 50 from hours dysuria will no bug no pain والغاستريك سيستم نو ابتد اني روكسيا نو نيسيا نو فوميتينج نو ديفيكولت ان سوالوينج نو اب نورمال بين ونو تشينج اوف بول هيبتي باول نعم جينيتال سيستم نو بين no discharge and is no bleeding وال muscular skeletal system no pain بالمصل no pain joint or بالbone و بس تعال دكتور خلصت
عاش سيدك محمد، زين بس شوي رادة تحسن اللهجة مالتك بالإنجليزي يا محمد، إن شاء الله دكتور. يعني راد تسمع محادثات بالإنجليزي خاصة مال يعني مثلا باول هابت، حتى شوي اللهجة تبقى، أما السيكونسينج مال هيستوري از جود جود. عاش سيدك محمد. شكرا دكتور. اوكي يا شباب، هسه الهيستوري اخذنا كيسين وسمعتوها، وانتم ما شاء الله اخذتوا فتره جيده بالهيستوري، فهسه انا الاوان نبدي بالاكزامينيشن. راح نبدي بالانترودكشن اوف اكزامينيشن. الاكزامينيشن راح تاخذون قسم بالثالث اللي هسه راح نبدي به من اليوم، اللي هو الجنرال اكزامينيشن والسيستميك اكزامينيشن.